قانون جديد صوت على فقراته 28 مجلس النواب يمهد لتشكيل مفوضية جديدة للانتخابات بعيدة عن سلطة الأحزاب، ومن أبرز فقراته تشكيل مجلس المفوضين من 7 قضاة من ذوي الخبرة وعضوين من أعضاء مجلس الدولة سيتم اختيارهم عن طريق القرعة لضمان الشفافية. كما وأحال القانون أعضاء مجلس المفوضين الحالي إلى التقاعد، وبحسب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي فإن القانون هو بداية الإصلاح. تم وعلى بركة الله إقرار قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. هذا القانون هو بداية الإصلاح الحقيقي لهذه المؤسسة، وبناء على الأصوات المتعالية لأبناء الشعب أن تكون هنالك مفوضية مستقلة حقيقية للانتخابات تمارس عملها بشكل واضح وبشكل مستقل، بعيدا عن أي ضغوطات، بعيدا عن أي انتماءات سياسية كانت أو حزبية. مفوضية لكل أبناء الشعب العراقي تدير عملية انتخابية وما بعدها مخرجات تلك العملية الانتخابية. رئيس مجلس النواب أكد أن القانون هو ليس الإصلاح الأخير في مجلس النواب، مشيرا إلى أن أعضاء المجلس سيقدمون مصلحة الشعب على مصلحة الأحزاب السياسية. هذا القانون من القوانين الإصلاحية المهمة، ولن يكون القانون الأخير. الآن القوى السياسية تجتمع بشكل متكرر وبشكل متواصل لإقرار قانون انتخابات مجلس النواب العراقي، وأطمن أبناء الشعب العراقي لن يقف أعضاء مجلس النواب أمام مصالحهم أو مصالح أحزابهم، سيغلبون مصلحة الوطن والمواطن على مصالح الأحزاب وعلى مصالح الأفراد بما فيهم أعضاء مجلس النواب، سيقومون على اختيار قانون أكثر إنصافاً وأكثر تمثيلاً لأبناء الشعب. قانون المفوضية الجديد بحسب النواب إنهاء للمحاصصة والطائفية، وأن التصويت بالموافقة جاء استجابة لمطالب الشعب العراقي والمتظاهرين وأعطائهم الضمانات الكافية لتهيئة مستلزمات إجراء انتخابات مبكرة. رئيس كتلة الفتح النيابية محمد الغبان أكد أن التصويت على القانون جاء وفقا لتوصيات المرجعية الدينية بضرورة إبعادها عن التسييس. حرصنا كل الحرص من أجل نخرج هذا القانون لتكون هناك مفوضية كما أكدت عليها المرجعية أن تكون نزيهة وبعيدة عن التسييس. ويمضي البرلمان العراقي في إصلاحاته التي وعد بها، وأولها قانون مفوضية الانتخابات، وهو في الوقت الحالي أمام تحد جديد للخروج بقانون انتخابات ينهي سيطرة الأحزاب ويرضي المحتجين ويلبي طموحهم.